حين يأتوا بشكل السيد الرئيس السيسي، لأنه كان متحدث باسم إفريقيا خلال الكوب 21 من أجل التغيرات المناخية ومن أجل الطاقة، وهذا سمح لنا بأن نربح اليوم، إننا نتحدث بصوت واحد اليوم، وقد قمنا بعمل كيان إفريقي رائع فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وكينيا بالنسبة لمنطقة شرق إفريقيا، وناميبيا بالنسبة للجنوب، وأيضا تم انتهاج مشروع، بما أن كوب 21 قد اتخذت هذا الموضوع في الاعتبار، ولكن على أي حال يجب أن نركز على المواد الأولى أيضا، إننا نصدر المواد الأولية وهذا قليل القيمة، ولكن مع وجود الطاقة يمكننا أن نحول إفريقيا إلى منطقة صناعية، إن الصين التي كانت التي تعد سوقا رائجة إنها تتوجه إلى السوق الداخلي وليس الخارجي، إن لدينا مثل الصين عمالة ليست مكلفة، ولكن ربما ليس لدينا السيطرة على التكنولوجيا، ولكن اليوم الشباب الإفريقي يستطيع السيطرة على التكنولوجيا الإفريقية، ويمكننا أن لدينا الشباب ويمكن لدينا التكنولوجيا، ويمكن أن نصبح مصنع العالم.